مزرعة هنا حوالي 2000 عين كلها من الفخار. مش عايز انا اللي اتكلم عن انشاءاتها، عايزك انت اللي تحكي لنا مزرعة الحمام الجديدة اتنفذت ازاي. اصحاب المزرعة اتصلوا بينا، جينا عن طريق برنامج جدعان. طبعا تبع يعني ناس كانت متابعة البرنامج فجابونا وعرفونا من خلال البرنامج. كان في مكالمات ان احنا عندنا مكان كان مزرعة فراخ، مزرعة الفراخ دي مش شغالة بقالها فترة. جينا وعملنا المعاينة وقلت التكاليف وهتصرف كام ودراسة الجدوى وحسبناها ورقة وقلم، ودينا نفذنا الحمد لله. أخدت بالضبط في تنفيذ يومين، خدت 2000 فخارة. جبنا احنا التيبنو. حسبتها ازاي؟ حسبتها يعني انت عندك المكان. لسه في مسافات ممكن تزود، ليه وقفت عند هنا؟ علشان دي كانت مزرعة فراخ، فبالتالي لازم عند مستوى الشباك لازم نقف، مش هنسد الشباك عشان الإضاءة، علشان التهوية، علشان النور، علشان تمام صح الحمام يتنشر ويشوف. نعمل طيار هوا، ما نفكرش في الربح قد ما نفكر في استمرارية ونجاح المشروع. تكلفة الفخارة دي بقى في حوالي 20 جنيه الفخارة، حوالي 20 جنيه فخارة بتكاليفها. تمام. طبعا دي أكبر فخارة في مصر، اكبر فخاره في مصر، كبرناها عن السنه اللي فاتت. عامل حوالي 40000 جنيه الفخار، صح كده؟ تمام. تمام. خلصنا الشغل وظبطناه، وبعد كده نزلنا الحمام بعد 20 يوم تقريبا. اتفقنا على 20 يوم عشان التبن عشان والطين يجف حواليه. يجف. تمام. ما ننزلش الحمام. ايه بقى التبن والطين اللي حوالين كل فخاره ده؟ يدي صلابه ولا رطوبه ويخلي المكان فيه رطوبه؟ اولا للفخاره رطوبه في فصل الصيف، يدي تدفئه في فصل الشتاء. زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده ان الطينة نفسها بترطب على المكان، الطينة نفسها بترطب المكان زي فكرة بيوت زمان.